قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث حديث عظيم. قال: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا ذكر العبد ربه ذكره الله، وذكر الله أكبر. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا يدل على فضل ذكر الله تعالى أمام الناس. تذكر الله أمام الناس يذكرك الله في ملأ خير منه، وإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه. ابن القيم رحمه الله يقول: لو لم يكن من فوائد الذكر إلا هذه الفائدة لكفى، أنك تذكر الله فيذكرك أنت أيها العبد الضعيف المسكين، يذكرك الله تعالى العظيم الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. أي شرف أعظم من هذا؟ قال: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا من كرم الله، وإلا الله تعالى لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن هذا من كرم الله وعظيم فضله ولطفه ورحمته جل وعلا.